في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نستغل الكوسترات او الشغل اللي عندنا اللي احنا عاملينه بالريزن واللي مش عاجبنا او متباعش او بايظ او بنعمل فيه تجارب ونقدر نستخدمه ونعمل منه شغل حلو نقدر نبيعه. نقدر نعمل الموضوع ده في كوسترات، صواني، في اي حاجة. معاكم تسبيح، وتعالوا بينا نشوف التجربة دي. زي ما انتوا شايفين انا معايا كوسترين. الكوسترات دي قديمة جدا جدا. ده مثلا كنت بجرب نوع من انواع الرزن زمان، التانية كنت بجرب تكنيك من تكنيكات الورد. فبصوا قدام جدا يعني، فقلت بدل ما اسيبهم مرميين كده او ما لهمش عوزة، طب ما انا استخدمهم واغير من شكلهم وعمليهم كمان فيديو معاكم واطلع منهم شكل ممكن انا استخدمه وممكن ابيعه وممكن تعمل بيه كذا حاجة. خلاص، فتعالوا نشوف مع بعض في الفيديو ده هنعمل ايه. دي مجموعه من المناديل اللي عندي، وطبعا انا عندي اشكال كتير تانية، وده الشكل اللي انتوا دايما بتشوفوني بشتغل بيه، وكنت حابه اشتغل بيه بس قررت ان انا اغير عشان ما تزهقوش. ومعايا الجيسو ومعايا الوان الاكريليك، ابيض اكريليك ومعايا الفرشه. فتستخدموا الجيسو او تستخدموا الابيض الاكريليك حسب ما انتوا عاوزين. انا عن نفسي هستخدم ايه، الاكريليك. حلو، عايزين بقى تظبطوا الكوستر قبل ما تشتغلوا فيه. يعني لو الكوستر في مشاكل، الجنب بتاعه بايظ، مش مستوي، في اي مشكلة حابين تصلحوها تصلحوها قبل ما تبدأوا تشتغلوا. ممكن بقى ان انتوا تصنفروا السطح كمان علشان يمسك فيه اللون اكتر، او يعني يبقى شكله احلى في التلوين، اسهل في التلوين. ده موضوع يرجع لكم. انا عن نفسي ما صنفرتش ولونت على طول. اما ان انتوا تستخدموا الجيسو او تستخدموا الوان اكريليك عادية. بصوا زي ما انتوا شايفين انا استخدمت الوان اكريليك عادية، وحتى ممكن تبقى بالسفنجة وتدوا تكتشر، والتكتشر ده هيبقى معانا، الملمس ده هيبقى معانا في المناديل، او ان انتوا تعملوها ناعمة خالص. فالموضوع ده يرجع لكم. انا الصراحة ايه قلت اعمل واحدة كده واحدة كده واجرب. ودي كانت اول تجربة ليا ان انا يعني امسك حاجة بايظة عندي وغيرها. انا عملت معكم فيديو قبل كده ودخلت فيه فن الديكوباش، وهحط لكم الفيديو هسألكم على جنب كمان هسألكم في فيديوهات المقترحات، وكان خطير يا جماعة وتحفة. فمهم جدا ان انتوا تشوفوه. المهم ان انا جت لي الفكره دي وقلت ان شاء الله يا رب تعجبكم. زي انتوا شايفين لو انتم وسبتهم نشفوا خالص عشان نبدا نحط عليهم المناديل. طب انا لو انتم ليه، لو انتم علشان الشغل اللي موجود في الكوستر ما ياثرش معايا على المنديل، لان احنا بنحط يعني طبقه رقيقه جدا جدا من المنديل، فلو تحت مثلا في الوان زعقه، في نخبشه، في حاجه هتظهر معانا وتبوظ المناديل. وافضل طبعا حاجة ان احنا نحط لون فاتح علشان هو ده اللي هينطق الالوان والالوان تظهر معانا حلو. شايفين انا فتحت المنديل ازاي واخدت ارفع طبقة فيه اللي هي على قد الالوان بس اللي موجود فيها، وكمان قصيت الاشكال زي الكوسترات اللي عندي. وبعدين هجيب المود بادج. المود بادج ده للناس اللي بتشتغل ديكوباش اكيد طبعا بتستخدموه. طيب ما عندناش مود بادج، تقدروا تستخدموا غير ابيض متخفف بميه تقدروا تلزقوا بيه، او حتى الجلو بتاع الاطفال اللي هو شبه الغير الابيض برضو تقدروا تستخدموا بيه، لان كده كده يا جماعه احنا لسه هنحط على الشغل ده ريزن، فالريزن هيحمي المناديل جدا، ما تخافوش من النقطه دي. خلاص، لما تيجوا تحطوا المنديل طبعا تاخدوا بالكم ان انتوا تحطوه بشويش قوي قوي وتفردوه من النص لبره، وحاولوا ان هو يبقى بشويش جدا. يعني انا هنا حتى هسرع سنه فهتتقطع حته من المنديل وهضطر ان انا اجيب منديل تاني عشان احطه. خلاص، انتوا تشتغلوا من بره، من جوه سوري لبره، عشان تفردوا اي كرمشه موجوده. شفتوا اتقطعت مني ازاي عشان عملت بسرعه شويه، فجبت واحده تانيه وعملتها وديني بعمل معاك. بعد ما تنشف انا قصتها اكبر من الدوران بتاع الكوستر شويه، لان الكوستر ده اساسا مشرشر. وبعدين هي بعد ما تنضف نقدر ما تنشف نقدر نقصص او نشيل الزيادات، فدي مش هتعمل لنا اي ازمه خالص. لو انتم متابعين جديد اهلا بيكم في القناه، منورين قناتي. معنى ان انتم هنا يبقى انتم مهتمين بالريزن، فهتلاقوا كورس ريزن مجاني على قناتي خطير خطير، فيه كل حاجه بجد.
شوفوه في بلاي ليست اسمه كورس الرزن مجانا، وهتلاقوا بقى كل التكنيكات وهتلاقوا اختراعات اساسا مش موجوده على اي قناه غير عندي، فبجد هتستمتعوا جدا. ولو ليكم بقى في الحاجات الهاند ميد وبتحبوها قوي، فادخلوا على كورس الجبس وادخلوا على الصلصال الحراري واعملوا منهم احلى شغل ان شاء الله. نوروني في القناه، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من اي بلد، واشتركوا معانا وعملوا لي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر ناس ان شاء الله. المتابعين الدايمين اللي على طول في ظهري، يا رب يكون الفيديو عاجبكم زي ما انتم متعودين، وما تنسوش تشجعوني باللايك والكومنت الحلو بتاعكم، بتدوني طاقه كبيره جدا ان انا اقدر اعمل فيديوهات اكتر. زي ما انتم شايفين انا حطيت الكوستر الثانيه اهو، بدات اوزع عليها زي ما قلت لكم انه خدوا بالكم بشويش. تقدروا بقى كمان تعملوا تاثير الوان عليهم، وممكن تشتغلوا بالريليف على الرسمه وبعد كده تصبوا عليها. هبصوا في افكار كتير جدا تقدروا تعملوها، بجد تطلعوا كوسترات خطيره. غير طبعا ان في مناديل بافكار وديزاينات حلوه قوي قوي، تقدروا تطلعوا منها افكار احلى وتحطوا معاها اسامي وتبدعوا انتوا بقى. خلاص بعد ما هنقصقص كل المناديل الزياده اللي طالعه من الاطراف ونتاكد ان احنا قصقصناها خالص، عايزين بقى دلوقتي نحميها وندخل في جو الرزن بتاعنا. اساسا هنعمل ايه؟ عايزين نعمل طبقه من الرزن رفيعه على السطح بتاع الكوستر. علشان نعمل الحركه دي لازم نحط ماده اسمها اللاتكس على الجناب بتاعه الكوستر، وكمان على الكوستر من تحت لو انتم مش عايزين تبوظوا شكلها. خلاص ايه المادة اللاتكس؟ مادة اللاتكس دي انت بتدهنيها، طبعا انتوا دهنوها بفرشة بس انا بستخدم ايدي كتير الصراحة. بعد ما بتدهنوها بتسيبوها تنشف، لو وقع عليها الرزن سهل جدا هو يتشال، بتبقى الطبقة دي عاملة زي مثلا لبانة او ستيكر، عارفين هتشيلوها هتلاقوها بتتقشر، ولو عليها رزن بتتقشر بالرزن اللي عليها ويفضل القطعة بتاعتك سليمة زي ما هي. خلاص فانا ده اللي هعمله، ان انا هحط الرزن بتاعي. خلاص هي دلوقتي اللاتكس، ماده اللاتكس نشفت، هرفع الكوسترات بتاعتي على حاجات بلاستيك علشان خاطر اعرف اصب عشان لو وقع منهم حاجه ما تقعش عليها. طيب طريقه الخلط بتاعت الرزن والصب، طبعا بنحط الكوبايه فاضيه، نفتح الميزان، نروح حاطين الرزن بتاعنا، وبعد كده نقفل الميزان، نفتح ميزان تاني، نحط النسبه المناسبه من المصلب. طبعا في ناس هتقول لي انت ما قلتيش، وده اللي انا فوجئت بيه، ناس كتير بتبعتي تقولي انت ما وضحتيش النسب ازاي وانت الارقام ايه لا يا جماعه، كل نوع رزن وليه النسب بتاعته وليه المصلب الخاص بتاعه، ما ينفعش اي مصلب يستخدم مع اي نوع رزن، لا كل نوع رزن معاك نوع المصلب بتاعه، لازم تعرفوا النسبه بتاعت النوع اللي معاكم. بعد كده بنقلبه، طبعا مهم جدا جدا تقلبوا بشويش في اتجاه واحد عشان تتفادوا البابلز، و لمده 3 دقايق. بعد كده زي ما انتم شايفين بنبدا نصب. ملحوظه مهمه يا جماعه، انا الرزن بتاعي تقيل، الرزن بتاعه خفيف، يستنى عليه شويه لما يتقل. هتسالوني طبعا نستنى عليه قد ايه؟ لا نستنى عليه قد ايه دي ترجع للنوع بتاعكم ويرجع للجو اللي انتوا قاعدين فيه. المهم ان هو يبقى شبيه بالعسل الابيض كده، في تقل العسل الابيض. ليه؟ لما احنا هنصب ما مش هينزل، هو طبعا هيبدا يتحرك لو الكوستر فيه اي انعوج، اوكي؟ انما هو مش هينزل من الكوستر وينقط وكده الا لو احنا حطينا ازيد من الكميه المطلوبه، انما لو احنا حاطين الكميه الرزن مظبوطه بالظبط على قد القالب وهو والرزن كمان تقيل، عمره ما هيدلدق معانا. خلاص انما لو الرزن بتاعكم خفيف اللي هو بيبقى عامل زي الميه، مجرد ما تحطوه هتلاقوه وقع من الكوستر. طيب ماشي، احنا حاطين لاتكس وكل حاجه تمام، بس مش هيدي معانا بومبي وارتفاع كده حلو، فالافضل ان لا استنوا لما يتقل بحيث ان هو ما ينزلش وكمان يدينا ارتفاع حلو كده على الكوستر. طبعا يا جماعه علشان نقفل الشغل بتاعنا حلو، طبعا هتلونوا الاطراف وتعملوا كمان الظهر لو انتوا هتشتغلوا، صبوا على الظهر كمان لون الاول، ولما ينشف خالص اشتغلوا الوش بحيث ان انتوا تحافظوا على القطعه بتاعتكم تبقى حلوه، ويبقى لوننا الوش والظهر وكمان الجناب. انا مش هعمل الظهر عشان اقدر اصوره لكم في صوره الغلاف بتاعه الفيديو، بس انتوا طبعا لو هتعملوا الكوستر، بصوا هنا انا بشد اللاتكس اهو، انتوا لو هتعملوا الكوستر لازم تبقوا مظبطين الجناب بتاعتها، الاطراف بتاعتها، وكمان مظبطينها من تحت
ومن فوق. خلاص انا هنا اهو بقشر اللاتكس بمنتهى السهوله، لو عليه اي ريزن هتلاقوه طلع. الكوستر دي فيها ضربه كده في النص، ما اعرفش يعني حصلت ليه حاجه وقعت عليها، حتى حد خبطها، مش عارفه ايه اللي حصل لها بالظبط الصراحه. فمش مشكله، انا كده كده بعملها تجربه معاكم او كوستر ليا، انما مش اوردر. انما لو اوردر لازم هتصبوا عليها تاني. دي اللي طلعت بجد خطيره، بس طبعا الاطراف بتاعتها عايزه تتلون، والظهر بتاعها محتاج برضو يتلون. اما ان احنا مثلا ممكن نلون الظهر بتاعها بالاكريليك الاسود واصب عليها ريزن، او ان انا اعمل ريزن اسود مره واحده واصبه. طبعا في الحاله دي لازم احط اللاتكس علشان ما ينزلش الاسود على النمر بتاعي. وكان ممكن ان احنا نخلص الظهر الاول، بعد كده نشتغل في الوش بتاعنا علشان نضمن ان الشغل مظبوط ومش هيحصل له اي حاجه. شايفين الكوسترات طلع شكلها حلو قوي ازاي؟ بجد انا انبسطت بيها جدا، يعني حسيتها، لا حسيتها جميلة، وبالذات لان انا بحب المنديل بتاع النمر ده قوي. بصوا انا بفكر ان انا اعمل الجناب بتاعتها اسود، بس هشيل كل الزيتات. شايفين ازاي بتطلع ببقايا الريزن؟ يعني الكوستر دي بس نقطت ريزن خفيف قوي، فطلع بالبقايا اللي كانت موجودة فيه. خلاص وهنا بص انا عملت الاطراف بتاعتها سودة ازاي، وشكلها بقى حلو جدا، وانا صراحة دي عجباني قوي. وطبعا التانية كمان جميلة، بس مشكلتها الخبطة اللي في النص. يا رب يكون فكرة الفيديو عجبتكم، تقدروا تستفيدوا من الحاجات اللي عندكم. استنوا مني فيديوهات جاية كتير. سوشيال لايك، سلام عليكم.